أبرز ملامح شهر رمضان الصوت العبقري اللي ارتبطت بيه أسماع وأفئدة الملايين في العالم. صوته بينطلق قبل الإفطار فيأسر ويسحر ويمس قلوب مستمعيه، فيأتي وكأنه بيتوج صيام اليوم ويصل بالصائم إلى أقصى درجات الخشوع والسكينة. ولد الشيخ محمد رفعت بحي المغربلين بالدرب الأحمر بالقاهرة يوم الاثنين التاسع من مايو عام 1882. ولد الشيخ مبصر إلا أنه أصيب بمرض فقد في بصره، فاتجه بي والده إلى نور كتاب الله وألحقه بكتاب مسجد فاضل باشا، فأتم حفظ القرآن وتجويده قبل سن العاشرة. توفي والده سريعا ليترك ابن محمد يعول الأسرة، فلجأ الشيخ إلى كتاب الله يعتصم به وأصبح يرتل القرآن الكريم في المآتم، حتى عين وهو بسن 15 قارئا للسورة بمسجد فاضل باشا اللي حفظ فيه القرآن، فزاع صيته وزادت شهرته. عرض عليه أنه يفتتح الإذاعة الرسمية بصوته إلا أنه امتنع في البداية، وفي نهاية الأمر افتتحت الإذاعة بصوته يوم الخميس 31 مايو عام 1934. الغريب أن الشيخ ظل يقرأ القرآن بالإذاعة بدون ما يتم التسجيل له، والتسجيلات اللي بنسمعها بصوته هي تسجيلات قام أحد محب الشيخ بتسجيلها بدون علمه، واللي بلغت 19 صورة مدتها 21 ساعة بس. وفي أوج مجده شاء الله أن يصاب الشيخ بأمراض كتيرة جدا، حتى أصيب بمرض الزغطة المعروف دلوقتي بسرطان الحنجرة اللي حرمه من التلاوة ومن الكلام، وظل الشيخ طريح الفراش لمدة 9 سنوات راضيا بقضاء الله، صابرا على ابتلائه مرددا: أراد الله أن يمنعني ولا راد لقضائه، الحمد لله. كان منزل الشيخ بالسيدة زينب عبارة عن صالون ثقافي بيجتمع فيه كبار الكتاب والمثقفين ومحب الشيخ، واللي كان منهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب اللي كان صديق مقرب للشيخ، واللي قال عنه: صوت الشيخ محمد رفعت صوت ملائكي يأتي من السماء لأول مرة. بعد سنوات طويلة عاشها الشيخ محمد رفعت مع القرآن الكريم راضيا بقضاء الله. قضى الشيخ نحبه في نفس اليوم اللي ولد فيه يوم الاثنين 9 مايو عام 1950. فرحم الله سيد قراء هذا الزمان الشيخ محمد رفعت، الشيخ محمد رفعت اللي عاش عفيف اليد عزيز النفس لم يطمع في مال أو شهرة، عاش ليكون خادم للقرآن.